تعدل، ما فضل هذا الحمد لله. هذا على كل حال الحمد لله أوصاف جليلة لرب العالمين، فهو العدل، وهو سبحانه وتعالى الملك القدوس، وجميع الأوصاف التي جاءت في كتاب الله أو عن رسوله سبحانه وتعالى فكلها في الواقع صفات ثابتة لرب العالمين لائقة بجلاله وعظمته، من غير أن تكون مشابهة لأي جهة أو لأي شيء، بل ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. تقول أنها تطرد العين؟ تقول أنها تطرد العين تسأل؟ والله أما مسألة تطرد العين فعلى كل حال فهي ندعو الله بأسمائه وصفاته، فهذا من باب التضرع إلى الله، إن الله يحمي العبد من الحسد ومن السحر ومن الضلال ومن إلى آخره، فعلى كل حال ادعوني أستجب لكم. أحسن الله إليكم، ونبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله.